بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد آله وصحبه وسلم تسليما. الدكتور العظيم من المغرب أستاذ مؤسسة دار الدراسة العليا الرباط، فيما يتعلق بموقفي من قضية الوحدة بين المسلمين، أرى أن الأصيل يجب أن تتأسس عليه الوحدة هو على فالمسلمون وشريك منهج حياة هنا اليوم قبل الغد، لكي نضع اليد في اليد رغم في لم صفوفنا وفي توحيد القوة التي ضاربة إذا حدنا صفوفنا الخلاف القائم بيننا. الأمة الإسلامية اليوم في مسيس الحاجة إلى جميع جهودها أفرادا ومؤسسات واتحاد كيانات إقليمية دولية. نحن نعيش في عصر التكتلات، عصر لا يقبل الأفراد، لا يقبل الضعاف، عصر لا يقبل إلا من الناس. قوة منها ومن مداخلها الكبرى الوحدة أو التوحيد. أتحدث عن التأسيس الوحدة الإسلامية إلى استحضار الأصل القرآني المبشر بالخير. يقول سبحانه وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا، الله عليكم كنتم أعداء فألف قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بحبل الله أفراد مؤسسات وشعوب، لا فرق بين العربي والعجمي، لا فرق بين الصغير والكبير، يجب ألا وسط الحدود، يجب ألا جناء إقليمية جسم الأمة. فصل الهموم والآهات بدل تقاسم والقوة والخيرات كرم الله سبحانه بها الأمة الإسلامية. الأخوة الإسلامية شرط لتحقيق الوحدة، وبعد تحقق الوحدة فهلم عن الخيرات انتصارات الفتوحات الإسلامية. الأمة الإسلامية موحدة، حدود خلافات، لا مذاهب، لا تشتت وفيها والعرقية وتذوب في قالب واحد عنوانه الإسلام وكفى. الله سبحانه وتعالى أن ييسر فرص المسلمين، أن يذلل في طريقها، وأن يهيئ لهذا الأمر أجيالا راشدة تعرف الأمر وتقتل وتجتهد على أرض الواقع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من أجمعين، وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.